الوليدات ديالك بداو تي يمشيو يخاطروا بنفسهم باش يقوموا بواحد العمل ممنوع واللي تقريبا منعدم الامل فيه باش يوصل الانسان لنتيجه ويرمي راسه في البحر، هذا صعيب. ايه جوستومون دابا هذا خصو الجديه وخصو، انا ما كنتذكرش بزاف ولكن ربما المرحله الماضيه كان هذا الشيء قليل جدا او كان منعدم. دابا كنشوف هذا الشيء تيقطع لي القلب لانه صعب جدا وهو مشكل كبير، خصو يعني خص فيه اسئله في العمق تطرح، يعني اسئله ديال الثقه، اسئله ديال يعني النموذج الاقتصادي بحال اللي قال لنا جلاله الملك، اسئله ديال التدبير، اسئله ديال الحكامه، اسئله ديال الريع، اسئله ديال المال والسلطه. هذه صعيب لانه ملي تيكونوا الناس كيحتجوا هذا شكل، ملي كيلوحوا رؤوسهم في البحر انا هكذا كنشوف، انا كل واحد لاح راسه في البحر كيبان لي يعني تقريبا كانه يقبل ان يقتل نفسه، وهذا شيء يعني محرج وسيء وصعب للغايه. فهذا خصو نشوفوا رؤوسنا اش كنديروا، لأن السياسة ماشي هي تربح الانتخابات فقط، والسياسة ماشي هي تبرر، السياسة بعض المرات كتكون الأسئلة ديالها حارقة. هذيك الشريحة اللي كترمي راسها في البحر في أمل أن تصل إلى أوروبا وتجد شغلا وتتحسن حالتها، يعني هذيك واحد الشريحه اللي ما عرفتش تحتج بطريقه اخرى، فبقى لها غير راسها غامرت به. يعني حرام ان نتركهم هكذا، لا بد ان نجتهد ونجد الحل لهذه المعضله مهما كان هذا الحل. يعني لو اقتضى الامر أننا نوزع الأموال ديالنا كمغاربة بالتساوي باش ما يوقعش هذا الشيء، خصو يكون، لأن هذا وصلنا للنهاية ملي ولاو ولادنا كيضحيوا بنفوسهم معناه أنه رحنا في حالة صعبة. يعني مسيتيني في جرح غائر وقاسي وصعب، وهو بغض النظر على انه كاين فيه ضحايا هو مؤشر لواحد واحد الفشل ديال النذريع. طبعا النهار اللي ولادنا يلقاو ما يمكن ان يحفظ لهم كرامتهم وخا يكون قليل ويرميو رؤوسهم في البحر هذيك حاجه اخرى، ولكن دابا أمور ماشي هذه.